معكم حفيظة أزغود، تنشكركم على هذه المبادرة الطيبة هذه، وفرحانة بزاف بهذه المشاركة في هذا السباق على المرتبة الأولى. مزيان مزيان بزاف. هي مزيانة، تنخرجوا شوية من الدار وتنجريو شي شوية والحمد لله الحمد لله كل شيء داز بخير الحمد لله مزيان وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمين المال جمعية إفري للبيئة والتنمية البشرية حي مشرمو بأزرو، حنا نضمنا هذا السباق سباق نسوي، هو الدورة الأولى لسباق نسوي بأزرو، وكنطمحوا باش العيالات يجتهدوا باش يتسجلوا باش يبدا يمارسوا هذا السباق في إطار ممارسة الرياضة، تشجيع النساء في ممارسة الرياضة، وكما تعلمون فالرياضة عندها عدة فوائد على الصحة، على الصحة ديال الإنسان وفي التكوين العقلي ديالو في جميع المجالات. وداز السباق الحمد لله في جو رياضي، وكان بحضور المجلس البلدي في رئيس المجلس وكذلك قائد المقاطعة تيزي وبعض شخصيات أخرى وسلطة محلية. كنتمناو باش نعاود نكرروا هذه المسابقة في إطار تشجيع على ممارسة الرياضة في مدينة أزرق. الطموحات ديالنا كنتمناو من السلطات المعنية بالأمر باش يساعدونا، باش يساعدونا ماديا ومعنويا باش نحققوا الاهداف ديالنا المتوخات من هذا الرياضه اللي هي صحيه وضروريه للانسان. انا هلالي زينب رئيسه الجمعيه، قمنا بواحد النشاط اللي داز اليوم، النشاط ممتاز، قاموا العيالات يعني مشاركه، هو عباره عن مشاركه مسابقه ديال النساء في العدو الريفي، وكان
المهم حنا الهدف ديالنا اننا نبانو كجمعيه وكنساء. جمعيه تفري للبيئه والتنميه البشريه انضمات هذا الماراثون ديال النساء، وهاد الناس اللي وقفوا معنا الله يجازيهم بخير، وكاينه لجنه ديال النساء تابعه لجمعيه افري للبيئه والتنميه البشريه، ولكن باغيه تستغل وما لقات باش تحرك. ومشينا للمبادره، قالت لك المبادره خصها دير خصها المقر، المقر الناس ما عندها باش تكري، والنادي راه موقف، وحنا كنستناو الله، ياك ما الله يهديهم الله يسرحوا هذا الشيء لهاد العيالات يتحركوا حتى هما، راه ما لقاو باش يشتغلوا. وكان نحييو سيدنا نصره الله، الله يعاونه، والسلطه اللي وقفت معنا، وانتم خوتنا عاونتو وصورتو وشجعتونا، الله يجازيكم بخير. انا رئيس مجلس رئيس جمعيه تفري للبيئه والتنميه البشريه، وخدمنا بلا شدينا شي دعم ولا والو، خدمنا درنا سيدي النشاط ديال المخيم، درنا السباق ديال الدراري والبنات، ودرنا الختانة، ودرنا الحنة، وما كان شي اللي داها فينا ولا عاوننا ولا شي غير الله، والمادة من عندنا حنا كجمعية، غير كنهرسوا من جنابنا ونجمعوا ونديروا النشاط. والله عاونكم ويرحم الوالدين ويجازيكم بخير.